التحمل عند بعض الشباب معدومة بسبب مشاكل جسدية صحية، غذاء غير متكامل، يبي يعتمد على المعلبات وهي عبارة عن مواد غذائية مركزة لا يحتاجها الجسم من دهون وسكريات، ومنزوعة الألياف المهمة جدا إلى سلامة الإنسان، منزوعة من الفيتامينات منها، قليلة المعادن اللي فيها، هذه الأطعمة المعلبة، الوجبات السريعة كلها زيوت ودهون وما فيها فيتامينات ولا عناصر ومعادن كافية، وخالية من الألياف أيضا المهمة جدا إلى صحة الجهاز الهضمي. أنت اعتمد على الغذاء الطبيعي والرياضة، ابتعد عن المعلبات اللي أنا أعتبرها مخدرات، المعلبات مخدرات فيها مركبات تسبب اعتمادية الجسم وحب الجسم لها، وأيضا بسبب طعمها اللذيذ بسبب معززات النكهة الإنسان يحب يأكلها مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويحس الغذاء الطبيعي غير لذيذ، تقول له تعال تفضل موزة أو برتقالة أو مثلا خست، يقول لا أريد، أريد الشوكولاتة، طيب كاس لبن لا يبغى بيبسي، يبغى كوكاكولا، في إدمانية. رغم أن الحليب واللبن والخست أحسن من البيبسي والكوكا والشوكولاتة، لكن يفضل هذه يترك دي. لماذا؟ لأنه صار عنده إدمان. طيب هذا الإدمان إلى مواد غذائية غير متكاملة تحتوي على سكريات ودهون دون فيتامينات ومعادن وعناصر أساسية لصحة الإنسان الجسدية والعقلية، كيف تتوقع أن هذا الإنسان يستطيع أن يعطيك قدرة على التحمل أو العطاء وهو بعد الجامعة يقول لك أبغى أروح البيت أرقد، بروح أنام في الويكند، ما هو جاي يفتح كتاب. الإنسان الشاب سليم البنية والجسد والنفس يقول وين العمل، يرسم إلى نفسه طموح، يريد أن يركب السحاب، يريد أن يحلق عاليا، هذا الشاب السليم الصحيح الجسد والنفس. لكن بسبب تناول هذه الأطعمة المعلبات الغنية بالدهون والسكريات الخالية من العناصر الأساسية لصحة الإنسان يصير عنده إحباط. تعطيه الجملة الأولى في الكتاب اقرأها، يعجز عن فهم معناها، يستسلم. حاول استعمل الدكشنري، ترجمها كلمة كلمة، اكتبها حرف حرف، حاول مرة ثانية، ما عندي القدرة، ما عندي قدرة التحمل. لماذا؟ لأن في مشكلة في الجسد. السيارة لما أحط فيها أنا مع البنزين رمل أو ماء أو أعطيها وقود سيء تمشي؟ ما تمشي. ولذلك هذه المعلبات أثبت العلم الحديث، الغذاء والوجبات السريعة سيء جدا إلى صحة الإنسان وفيها اعتمادية وتدور الدائرة، وكل ما أكلها يزداد تعبا ومرضا وتؤثر على نفسه وصحته الجسدية. لكن إذا الإنسان تناول الغذاء السليم وأكثر من الماء النقي وأكل الفيتامينات من الفواكه والخضار الطازجة، ممتاز. لأن حتى لو أنا أكلت وجبة غذائية مطبوخة من اللحم والرز ونحوه، لابد فاكهة وخضروات تحتوي على الفيتامينات، لأن الطبخ يقتل ويكسر القيمة الغذائية في الفيتامينات. احنا مشكلتنا ما ناكل فواكه وما ناكل خست وورقيات بما يكفي، هذه ضرورية لصحة الإنسان، بدونها لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة سوية. تغير من نفسك وتفكيرك وصفاء ذهنك وقدرتك وقدرتك على التحمل. بس برضه يعني المحيط الخارجي كله ياكل من هذه المعلبات، صعب انك انت تغير. يجب التغيير او تخرج، يجب التغيير، بس الاحتكاك والتأثير. اغير دائرة احتكاكي، اعيش مع نفسي اذا اضطريت فيما يتعلق بالمواد الغذائية، هذا جسمي انا، لا تأكل الا الطيبات. هذه المعلبات اللي تصنع من شركات أجنبية غربية سيئة جدا إلى صحة الإنسان، أثبت العلم الحديث ذلك، أثبت العلم الحديث ذلك مرارا وتكرارا، كلها ضارة وسيئة إلى صحة الإنسان. هي مشكلة كبيرة جدا يعانيها المجتمعات في العصر الحديث. إذا أردت أن تتحرر، تحرر بغذائك أولا، وبعض الرياضة والنوم المبكر، تستطيع بعد ذلك أنك ترفع من نسبة الاستيعاب إلى ما يؤهلك أنك تستطيع أن تكون قادر على التعلم الذاتي باستقلالية، وتستطيع أن تكتسب اللغة والمهارات، تتحمل تقرأ كتاب وتفتحه. كثير من الطلاب، بعض الطلاب مش كثير، بعض الطلاب يجيني يقول لك أنا لما أفتح الكتاب ما أعرف، ما أفهم، صح ولا لا؟ صح. ليش؟ ينعس. ينعس. طيب ليش؟ ويحبط ولا يستمر في المحاولة بسبب الغذاء، هذا السبب الرئيسي. وبعدين أنا لابد أؤمن أيضا أن
المشوار مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وصعود أعلى جبل يجب أن يكون حجرة حجرة صخرة صخرة. ما أقدر أنا أركب قمة الجبل مباشرة كده خطوة واحدة، يعني خطوة واحدة وأصير أنا في رأس الهرم، لا، لازم أركب كل الدرجات. فلذلك أول ساعة أقضيها في الجملة الأولى من الكتاب مهمة جدا، ويجب أن أقضي ساعة كاملة في هذه الجملة أو الجملتين أو الباراجراف الأول، وبضع ساعات في الصفحة الأولى من أي كتاب عند أول سنة في الدراسة الجامعية. نعم، أول ما أقرأ أول صفحة سأستغرق بضع ساعات أو ساعة كاملة، لكن طبيعي جدا هذا، وأترجم كلمة كلمة ومعنى معنى، وأنتقل للصفحة الثانية وأستغرق وقت طويل أيضا في الصفحة الثانية والثالثة. لكن بعد ذلك، بعد بضعة شهور في الصفحة الأخيرة من هذا الكتاب، أستطيع أقرأها في 5 دقائق. الطفل الصغير ما استطاع يمشي خلال شهر أو شهرين، استغرق شهور أساس يعرف يخطي خطوته الأولى. لكن لا يعني ذلك أن الأيام التي قضاها في محاولاته الأولى في أول أيامه ذهبت هباء منثورا أو ليس لها قيمة. أنا يجب علي أن أقضي بضع ساعات في أول الصفحات لكي أستطيع أني أقرأ بعد ذلك الصفحة في 5 دقائق. هذه الأوقات الطويلة والمضنية والجهد الكبير في البداية هو اللي راح يفتح لي الباب في النهاية. يجب أن أقضي هذا الوقت. بس صعب، لأنه عندك أنت كذا مادة تأخذها أول بقى. حتى لو صعب، أنا عندي من الساعة 3 في العصر إلى غاية الساعة 9 بالليل يوميا، وعندي 7 أيام في الأسبوع، كل يوم أذاكر 3-4 ساعات يوميا. أنا في الجامعة يجب أن أذاكر 3-4 ساعات يوميا، لا سيما في العلوم الطبية. أنا لما كنت طالب مثلك كنت أذاكر 3-4 ساعات يوميا. نعم، ومنذ الثانوية، مش بعد لما كنت في الجامعة، منذ الثانوية كنت لازم أذاكر 3-4 ساعات أساس أحصل على النسبة العالية المرتفعة اللي تأهلني أخش أحلى 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 جامعة وأحلى تخصص، ولو حبيت بعثة أحصل على بعثة. إذا أنت ما استطعت، أنت خلي طموحك، وأنا أقول هالكلام إلى كل الطلاب وليس لك فقط، اجعل طموحك أنك تستطيع أنك إيش تقرأ الكتاب وتستنبط وتتعلم بنفسك. أيام دراستك الجامعية في البكالوريوس أساس تأخذ أحلى معدل وأعلى معدل، تستطيع تأخذ ماجستير بعد ذلك ودكتوراه، لأن البلد يحتاج إلى هذه التخصصات الدقيقة في الماجستير والدكتوراه، وهناك يعني احتياج كبير في هذا المجال. كيف أنت تصير دكتور وأنت ما تقدر تقرأ كتاب في الجامعة؟ كيف تصير دكتور وأنت تقول الآن صعبة أذاكر 3-4 ساعات في اليوم؟ ما تقدر تصير دكتور. حط لنفسك هذا الطموح، قل لا، أنا بذاكر يومياً 3-4 ساعات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم، ولأن العلم بيفتح لي الأبواب وبيبني مستقبلي ومستقبل بلدي.